اهلا. هي حصلت تجي لي لغايه البيت؟ انا جاي اقدم لك خدمه عمره. عايز تسمعني نقعد ونتكلم، مش عايز تسمعني اخد بعضي واروح. لا ما تروحش، اقعد واسمعك بس الاول تاخد واجبك. والنبي والنبي عبيطة يا دكتور، جاي عند بيت الاسود وبتلعب؟ جاي تتحداني في بيتي وقدام ابني؟ انا جاي اقول لك نقطه ضعف الرجل العنابي اللي هتخليك تقبض عليه. يا عم قوم الضرفيل ده من عليا، مش عارفه اتنفس. ريح البوبو شويه يا نظامي حبيبي. يلا يلا. ايه ده يا سياده نقيب؟ انا وانت مصلحتنا واحده، انت عايز توقف الرجل العناب وانا عايز اخلص منه. انا جاي اعمل معاك صفقه. طب اطلع انت نام فوق يا نظام. مش عليا يا نظام، قصدي فوق، قصدي نام في اوضتك، فوق في اوضتك. اطلع اوضتك. استنى يا نظام. نظام الرجل الشرطي. الرجل الشرطي ايه ده؟ مخلف عربيه بوكس. انت مال اهلك؟ قول اللي عندك. انا عندي اللي يوقف مفعول الرجل العناب ويخليه بني ادم عادي زينا، ساعتها الملعب يفضل الرجل الشرطي، تقدر تلعب فيه براحتك. وانا ايش ضمني ان انت مش بتضحك عليا؟ تفتكر ان انا بالسذاجه اللي تخليني اجي لك البيت برجليا وانا مطلوب القبض عليا عشان اضحك عليك؟ وايه اللي بيخلي الرجل العنابي انسان عادي زينا؟ المايه المالحه. المايه المالحه تخليه بني ادم عادي زينا. انت بتشتغلني يا دكتور؟ المايه المالحه اللي بتمضمض بيها لما ضرسي يكون واجعني بتخلي الرجل العنابي انسان عادي؟ هي دي الحقيقه. انا اللي اخترعت الرجل العنابي وعارف انا بقول لك ايه، والمعلومه دي محدش يعرفها غيري. الرجل العناب نفسه ما يعرفش المعلومه دي. وهنوديه ازاي للميه المالحه؟ دي شغلتي انا بقى، بس نتفق الاول. طلباتك يا دكتور؟ اولا بعد القبض على الرجل العناب مش عايز حد يتعرض. ماشي، غيره؟ عايزك تضمن لي ان القبض على الرجل العناب يبقى بفضيحه. عايز فضيحه بجلاجل لصريح الفيل. عايز اخبط العناب وصريح الفيل في ضربه واحده. انت جننت يا دكتور ولا ايه؟ انت عبيط؟ احنا حكومه يا حبيبي، يعني محدش يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه؟ ما بناخدش اوامر من حد. تيسير صوتك عالي جدا، مش عارفه انايم نظام. حاضر يا بيبي، كمل. الصوت صوتك. عايز شيك، شيك بمبلغ محترم يامن لي مستقبلي. بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة ان انا ببيع لك الرجل العناب بتاعي، ولو مش عاجبك في مليون مشتري غيرك. تحب اشوف مشتري غيرك؟ لا انا شاري. بس انت تضمن منين يا دكتور ان انا اوفي بوعدي معاك؟ ما انا عرفت منك السر خلاص. ممكن اقبض على عنابي وارجع اقبض عليك كمان. تبقى لسه ما تعرفش مين هو بيرم يا سياده النقيب. المايه المالحه بتوقف مفعول الرجل العناب وهو جواها، بس لو طلعته براها يرجع عناب زي ما كان. ويبقى استفدنا ايه؟ هنا بقى يجي دوري انا. ريموت كنترول انا اخترعته يخليك تتحكم في العناب وهو بره المايه، يخليه في ايدك زي الفيديو، تطلعه وتنزله وتقلعه وتلبسه، تعمل فيه اللي انت عايزه، العب زي ما انت عايز. حلو قوي. فين الريموت ده؟ معايا، هسلمه لك اول ما تقبض على الرجل العناب وتسلمني الشيك. ماشي يا دكتور، اتفقنا. بس انت بقى مش هتجيب عن عيني لحظه لغايه ما نقبض عليه، وهبات هنا النهارده لحد ما نطلع بكره الصبح على الوزاره. والله انت ابن حلال، انا كده كده ما عنديش مكان ابات فيه. ولو عندك. مبروك يا عصفور. الله يبارك فيك يا عم ترمس، ما نجيلكش بحاجه وحشه يا حبيبي. دفع كام ابن الجزمه ده؟ دفع 140 جزمه على دماغه. ايه ده، انا مجامله فطور ابنه بورقه ب 200. ما هو زعلان منك عشان ما حضرتش فرح اخته الكبير. احسن بنتي نسيش اتاخرت اما ام عشان عايز استشارها شعرها برضه. اه يكون احسن برضه يا عم هيثم. يلا بتاعي يا حبيبي. الله يقول لي عصفور، عايز ايه؟ اسقط لك شعرتين على الحاجب ولا انزلك الجناب كده واعملها لك انجليزي؟ طب رد عليه والنبي يا اخي عشان هو مزهقني من الصبح. لا معلش يا عصفور، انا ولا هرد على قصه ولا هشتغل النهارده اصلا ستايلست. ليه ان شاء الله؟ عشان هشتغل حاجه تانية خالص. اللي هي ايه بقى؟ ويدن بنير. يا سلام، اللي هي ايه بقى؟ لا لا انا عارف ان انت مش فاهم، انا هبسطها لك. عارف انت الافراح الشعبيه بتاعتنا دي فيها واد نبطش كده بيظبطها. اهو الودن بنير ده بقى هو النبطشي والمنظم بتاع الحفلات بتاع الناس الكبيره او الهاي نايف. لا الدماغ مش واصله، مش حاطط ايدي على البلفه يا باخي. انا هقول لك،
الويدنج بلاير ده هو اللي بيظبط البروجرام وبيعمل كل حاجه في الافراح الكبيره بتاع الناس العظيمه. انجز يعني هتخربها ازاي؟ انا عمري خربتها معاك؟ اه كتير. شفت بقى؟ انا بقى هاجي لك عامل لك بروجرام، اول حاجه في البروجرام ده ان الفرح ده هيبقى بالنهار. بايه؟ بالنهار. انت عبيط يا بخا، عايز الناس تضحك على ايه يا عم الفرح الصبح؟ عمري خليت الناس تضحك عليك؟ ياما. شفت بقى؟ هقول لك، شفت مسلسل التركي بتاع فاطمه؟ فاطمه عيد. هو ده. كانوا بيعملوا الافراح الهاي نايف الصبح في الجنينه، منها هاي نايف ومنها توفير كهرباء، صح؟ مش عارف يا تبخ، مش مطمن للي انت بتقوله ده. يا ابني انضف، مش عايزين الحاجات الشعبيه دي وافراح بالليل وشغل امبابه ده. لا اسمع مني بقى، البروجرون. طب كلمني في الزفه والحاجات دي يا بخ. لا دي لغيناها بقى. لغيت الزفه؟ امال ايه؟ امال اخش ازاي؟ حته دخله اول مره بتحصل في مصر، دخله افعوانيه. شفت فيلم شرطه وفلنه وكاب بتاع كريم عبد العزيز لما دخل عليها بالحصان الابيض ده اللي فيه بقع وراح شاقط البيت ونور الشريف وراه؟ شفته. اه هدخلك، هجيب لك حصان ابيض وتخش من اول الحاره، والبت ناتشه في اول الحاره، وتروح جاي شاقطها وراك على الحصان. حلو قوي يا دباخ. بس بقول لك ايه، اتصرفت في حصان ابيض؟ لا، ما انا نزلت النازله لقيتهم غاليين قوي، فرحت ساقط على عم جمعه بتاع الخضار، جبت الحمار بتاعه. انت عبيط يا بخ، ده حمار. لا مش عم جمعه. انا جبت الحمار بتاعه ورجلسته وقفلته وبقى احسن من عم جمعه. بس تصدق فكره صايعه يا دباخ. بس قول لي اشقطها ورايا ازاي على الحصان؟ حلو. عظيمة يا مدحت، ده أصغر حاجة؟ لا يا فندم، في أصغر بس يعني ما شاء الله كده كويس يعني. طيب أنا عايز أجربه، ينفع؟ ينفع يا فندم. ماشي، خش يا مدحت، خش خش، شوف هناك وأنا أرش عليك. واقف إيه؟ لا لا يا فندم، أنا معيش غيار، الله يكرمك، أنا عموما عامل حسابي. خش يا ابني من النموذج الصغير، خش. أيوة يا مدحت. بص يا ريس، أنا هحاول أرش عليك مية وأنت تهرب. ها؟ لا بلاش المية يا باشا، أنا لسه خارج من دور برد. جرى إيه يالا؟ أنت هتنقي وبعدين دي هتنضفك احسن من قعدتك في الحبس، وانت لو صايع حقيقي هتهرب من المايه. يلا شغل يا ابني. شغل يا مدحت، اديله كده يا مدحت، اقف يا ابني. انت يا ابني مدحت مش شايف ولا ايه؟ ايوه يا فندم، نقش الفايل يلا. وقفها.